المؤتمر الثاني ديال الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي من بعد المؤتمر اللي تعقد في فيفري 2020 اللي رسمنا فيه خريطة الطريق ديال القطاع ديالنا باش نميو القطاع ديالنا وباش نجودو من الخدمات ديالو باش نهيكلو القطاع في جميع يعني تنظيميا وتقنيا ويعني ويكون التأطير يكون التكوين يكون واحد المجموعة ديال الأسس حطيناها، ولكن للأسف تفاجئنا ب يعني ولا اصطدمنا بالجائحة ديال كورونا اللي عطلت لنا القطاع ديالنا لمدة 3 سنوات. إذا هاد 3 سنوات كانوا فيها واحد المجموعة ديال الإكراهات اللي عانوا منها هاد المهنيين ديال القطاع، سواء مستثمرين سواء أجراء سواء شركاء ديالنا. اليوم من بعد ما بدأ القطاع تسترجع الحيوية ديالو نظمنا المنتدى الثاني المؤتمر الثاني للفيدرالية ورفقة الشركاء ديالنا، والحمد لله اليوم يعني بشراكة مع وزارة السياحة ووزارة النقل اللي كانوا حاضرين معنا في المؤتمر واللي سمعوا المهنيين مباشرة والإكراهات ديالهم والهموم ديالهم. أولا تنشكروا الوزارتين معا اللي فتحوا باب الحوار يعني على مصراعيه. الحمد لله كانت واحد المجموعة ديال اللقاءات من أجل يعني ملائمة هاد الشركات مع دفتر التحملات ديالها، من أجل يعني الوقوف بجانب هاد المهنيين. هاد الشيء ما كانش في واحد الفترة من قبل. الحمد لله اليوم كيف ما كنتوا معنا سمعتوا صرخات ديال المهنيين والآهات ديالهم والمشاكل ديالهم والاهتمامات ديالهم اللي تنتمناو يعني تنقل بكل أمانة للسادة المسؤولين. هذا هو المغزى الحقيقي يعني اليوم خصنا نواصله، ولكن نواصله بأية ضمانات؟ بأية ضمانات حنا غادي نواصلوا الاستثمار؟ اشنو هما الضمانات اللي غنعطيو لهاد المستثمرين اليوم باش يكونوا في الموعد؟ لان اليوم تنشوفوا التوجه ديال الحكومه ولا وزاره السياحه بانه جلب عدد هائل من السياح نحو المغرب. فين هو هذا الاسطول؟ واش غادي يكون هذا الاسطول؟ واش هاد الناس بقى عندهم الثقه باش يستثمروا؟ اليوم نحن في طريق البحث عن شركاء حقيقيين يعني اللي كيفهموا القطاع ديالنا ويعرفوا بان القطاع ديالنا قطاع موسمي، ما بيناش تكون أزمة صغيرة أو لا يعني أي هزة في القطاع يعني تأثر عليه ونبقاو يعني إحنا والشركاء ديالنا. لأن اليوم عندنا شركاء اللي كانوا معنا قبل يعني ما خدوش بعين الاعتبار الظرفية اللي مرينا منها لا النفسية ولا يعني الاجتماعية. الحمد لله اليوم بدأت كتبان الملامح ديال الناس اللي غادي يواصلوا الاستثمار، واليوم كنتسناو يعني الجهات المسؤوله باش توضع قوانين جديده يعني لحمايه هاد المستثمرين اللي في هاد القطاع وباش تدعمهم وباش تاثرهم وباش تكونهم. حنا دائما النقل السياحي غيكون كيف كنا يعني في العز الازمه، رغم الازمه كنا يعني حطينا الاسطول ديالنا باش نكونوا بجانب الاطباء ديالنا، وكانوا المهنيين ديالنا جنبا لجنب مع الاطباء يعني في الصفوف الاماميه، كانوا مع الناس ديال الامن، كانوا حطينا الاسطول ديالنا مجانا. يعني كنا في منطقه ديال القرقارات اللي درنا مسيره من اكبر المسيرات دارها القطاع ديال النقل السياحي، وحاولنا نروجوا للمناطق السياحيه ديالنا. الاسطول ديال النقل السياحي اليوم اسطول مهم محتاجه البلاد ديالنا، وحنا محتاجين يعني المسؤولين باش يواكبونا باش نجودوا في الخدمات ونكبروا الاسطول ديالنا، خصوصا المحافل الكبرى ان شاء الله، لا الرياضيه ولا الملتقيات اللي كدار في البلاد ديالنا باش نكونوا في الموعد. حضور اليوم كان متفاعل مع الفيدراليه النقل السياحي. حنا فرحانين بالمجهودات اللي كتقوم بها الفيدراليه جمعاء وعلى راسهم السيد الكاتب العام با منصور، كما كنجدوا المطالبات ديالنا لوزاره النقل في المطالب التاليه، وهي لا دوري ديال لي فيكول اللي وقفوا في هاد كوفيد، يديروا ان رالونجمون دو مينيموم دو 3 ans، وعاودوا يشوفوا معنا هاد لي سوسيتي دو ليزين اللي مازال ما بغوش يوقفوا لو ليزين ديال 2021، وكيوركوا على الناس اللي اون شوز كي فرين لانفيستيسمون. Maintenant, les gens n'ont plus confiance
dans l'investissement dans l'avenir. وحنا السياحة on a besoin des transports touristiques. حنا on vise 26 مليون de touristes d'ici 2030. خصنا النقل السياحي. إلا بقينا بحال هكذا ما غاديش نلقاو ان اوتوكار ولا ان فيكيل dans l'avenir.